وينضم إلينا عبر سكايب من كربلاء الأكاديمي والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية الدكتور حسين أحمد السرحان. دكتور حسين، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. يعني 40 يوما على مقتل الوزني، وحتى الآن الجهات الحكومية المسؤولة لم تكشف عن المسؤولين، كيف تفسر ذلك؟ مساء الخير ست زينة ومشاهديكم الكرام. بداية، هي ليست الحادثة الأولى التي لم يكشف عن المرتكبي الجريمة في العراق خلال السنوات الأخيرة ولا سيما بعد مظاهرات تشرين 2019، ولغاية الآن لا يوجد هناك محاسبة لقتلة المتظاهرين، وأيضا لا يوجد كشف للجهات المسؤولة عن هذه الاغتيالات وحالات الخطف التي شهدتها المحافظات العراقية بكثرة خلال السنتين لماذا؟ ما الذي يعيق الحكومة عن كشف المسؤولين؟ يعني بداية أتصور هناك نوع من التأثير السياسي، وأيضا هناك نوع من عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة العراقية بهذا الموضوع، فضلا عن أنه كثير من الجهات التي تدفع باتجاه عدم تحريك هذا الملف، رغم أن الحكومة العراقية أنشأت لجنة، السيد الكاظمي أنشأ لجنة للكشف عن قتل المتظاهرين، لكنه لم تصل هذه اللجنة إلى أي دلائل تذكر بهذا الخصوص، وبالتالي هناك حالة كما أطلق عليها وهو يعني شيء واضح، قضية الإفلات من العقاب أو الإفلات من محاسبة الإفلات من العقاب، وبالتالي يعني حقيقة دكتور حسين، ولكن يعني في هذا الظرف الصعب كما تعلم يعني اليوم وفي الأيام السابقة مسيرات يعني راجلة ويطالبون الحكومة بالكشف عن المسؤولين عن مقتل المتظاهرين والمحتجين ويهددون بالتصعيد، بالتالي إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ولم يكشف عن المسؤولين، كيف برأيك سيكون هذا التصعيد؟ أي شكل من الممكن أن يأخذ؟ هل نحن نذهب في تصاعد؟ يعني هذا ما نحذر منه دائما، قضية الإفلات من العقاب وعدم كشف عن الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع بصراحة يذهب باتجاه أنه الحركة السياسية الحالية في العراق التي المقبلة على انتخابات في تشرين الأول القادم حقيقة لن يكون هناك نوع من التغيير السياسي كما هو منشود أو يطمح له من قبل القوى السياسية أو من قبل الشعب العراقي، ما سنكون أقرب إلى الفوضى، وهذه هي النتيجة حتمية لتصعيد حالة الرفض الشعبي أو حالة الاستنكار لعدم الكشف عن الجهات المسؤولة عن هل تعتقد أن الرئاسة الجديدة في إيران ستنعكس على ملف المحتجين يعني وما يطالهم من عمليات خطف وقتل؟ طبعا هذا إذا ما كانت إيران وأثبت أنها هي من يقف وراء تمويل هذه العمليات. حقيقة لم يتم الكشف عن أي جهة سواء كانت مرتبطة بإيران أو بغيرها في موضوع هذا، في موضوع القتل أو الخطف، لكن بكل الأحوال ولكن هناك اتهامات تشير إلى الجانب الإيراني لكنها غير مؤكدة. نعم، هناك اتهامات عديدة للجانب الإيراني، هناك حركات تضوى حركات استنكار جرت، يعني شهدت تصعيد كبير ذهبت وصلت إلى حد حرق القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف أكثر من مرة، لكنه لا يوجد هناك يعني الجهات الحكومية لم تكشف عن جهة معينة. نعم. بكل الأحوال انتخاب رئيس الجمهورية الإيراني لن يغير لدى إيران ثورة أو ما يسمى على ما يبدو هنالك يعني خللا فنيا في الصوت. عموما ممتنة كثيرا على حضورك معنا عبر سكايب من كربلاء الأكاديمي والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية دكتور حسين أحمد السرحان، شكرا جزيلا لك.